بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء سعيد، أستاذ دكتور علم التحليل بجامعة اسكندرية. إن شاء الله هنستمتع بهذا اللقاء، لأن طحلب جميل جدا وطحلب غريب جدا وطحلب ممتع جدا. ومن غير كلام كتير نروح للشريحة اللي بعد كده. الاستابيولاريا طحلب من الطحالب الخضراء مميز جدا، لان على الرغم ان هو يبدو ان هو معقد، لكن الحقيقه كل اللي احنا شايفينه ده عباره عن فراغ واحد وهنا نواه واحده. يعني الطحلب ده وحيد الخليه، ايوه وحيد الخليه ووحيد النواه، خلاص. بيبقى المكان ده فيه الرايزويدز او الاشباه الجذور، بيبقى الجزء الريبرودكتيف بتاعه او الجزء التكاثري موجود في الكاب او في الهيد اللي موجوده هنا. طبعا شكل الهيد او شكل الكاب ده بيختلف من سبيسيز او سبيشيز الى اخر، بالاضافه الى وجود الشعيرات اذا كانت على الستوك او العنق ده، او اذا كانت في المنتصف هنا في قلب الكاب. طب نشوف مع بعض الشريحه اللي بعد كده بنتكلم عليها، اهي اشكال تانية كتيره. طبعا في الانواع دي اللي موجوده في الناتشرال هابيتات او البيئه الطبيعيه بيكون بالوانها واشكالها المختلفه، ده بيساعد على عمليه تصنيف وتقسيم الطحالب او الطحلب ده الى الانواع بتاعه المختلفه. طبعا ده شكل اخر. احنا قلنا ان الجزء ده هو الهيد او الكاب، ده الجزء الريبرودكتيف او الجزء اللي بيحتوي على اعضاء التكاثر اللي هي الامشاج. هنا زي ما احنا واضح هنا ده التركيب، هنا واضح جدا الامشاج اللي موجوده فيه او السيست، لسه ما اتكونتش الامشاج، ودي عباره عن الحجرات. الكلام ده هنشوفه بالترتيب لما هنشوف دوره الحياه اللي تحلم. طبعا ده جزء بيبين كيفيه عمل الدايكوتوماسكي او المفتاح الثنائي، ازاي بنفرق ما بين الانواع بناء على الهيد او الكاب او الديسك اللي احنا شفناه فوق، عدد الريز او الأشعة أو اللي بالشكل ده، اللي هي بالشكل ده الوحدات اللي بالمنظر ده، الحجرات، عدد الحجرات، شكلها، اتصالها، انفصالها إلى آخره، مع وجود الشعيرات. ده كله بيساعدنا على عملية تقسيم وعمل كلاسيفيكيشن. الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده هوريه لكم في 3 دي مودلز أهو. احنا اتكلمنا قبل كده، احنا قلنا يا ريت المؤسسات العلميه المختلفه والمعاهد او السبونسرز، الناس اللي هم يعني عايزين يستثمروا في العلم وفي التدريس الى كاف، يحاولوا يحولوا لنا كل الكائنات بتاعتنا او الحاجات اللي احنا عايزينها في مختلف المقررات ومختلف العلوم الى 3 دي دايمنشنال 3 دي مودلز، يعني عشان نقدر نتعامل مع العينات. يعني طبعا دي عباره عن 2 دي، بس انا حولتها ل 3 دي فولس، يعني كاذبه شويه، ما هيش حقيقيه، وبالتالي عشان كده ما بتدينيش كل الاتجاهات وما فيش فيها البعد الثالث الحقيقي. يعني ده الشكل وده الشكل الثاني بالمنظر ده كده، وطبعا بنقدر نعمل له زوم او الى اخره اهو بالشكل ده لو انا عملت كده، وبنقدر نعمل زوم من هنا بحيث ان احنا نقدر نكبر او نصغر زي ما احنا عايزين، نقدر نعمل روتيشن واقدر اكبر او اصغر الى اخره. طبعا لو ده 3 موديل حقيقي هتبقى قصه مختلفه شويه، والطالب هيستمتع، الدكتور هيستمتع بتحضير المحاضره وتدريسها، والطالب كمان هيستمتع معا. نكمل المحاضره بتاعتنا. هنا بقى بنبدا مع بعض في وصف الطحلب. الطحلب بيبدا في النبته بتاعته او الجزء الجوفونايل، الجزء الصغير خالص، بيبقى عباره عن نواه واحده زي ما احنا شايفين كده، ودي عباره عن خليه واحده، خليه واحده، وادي الشعيرات بتاعتها بالشكل ده كده. لما بيبتدي ينمو شويه بيديني الشكل الادلتس او الناطج، بنلاقي فيه رايزويد اشباه جذور، بنلاقي فيه هنا سكيرز او ندب نتيجه وجود الشعيرات، لان الشعيرات الجديده بتبقى فوق، الشعيرات القديمه تحت هتقع ويحصل لها ديسنتجريشن تتحلل. دي عباره عن ملي القيد كله او في الجزء المرتفع فقط، الجزء العلوي، لان الجزء اللي تحت ده هتتحلل فمش هتبقى موجوده، وعشان كده بتسيب الاثار بتاعتها. يعني الشعيرات القديمه اللي كانت هنا وقعت، وبعد شويه دي هتقع، وبعد شويه دي هتقع طول ما بيتكون الجديد. الجزء بتاع الستوك ايبكس او العنق القمه ده هو اللي هيبتدي يتفلتح ويبتدي يحصل ديفيجن او انقسامات عشان يتحول الى حجرات موجوده على الكاب او في الهيد. هنشوف ايه ده اللي هيحصل في الخطوه الجايه. نشوف مع بعض الشريحه اللي بعد كده. نسينا نقول هنا ان النواه نواه واحده بس وعباره عن 2 ان. نشوف مع بعض كده الشريحه اللي بعد كده اهو، ادي النبات اللي احنا انتهينا بيه، ادي نواه واحده، ادي مكان الندب او الندوب الخاصه بالشعيرات اللي وقعت. طبعا هنا بيديني الجزء الصغير، هنا بدايه النضوج، هنا ما يكون اكتمل وكون المحيطات بتاعه اللي فيها الشعيرات. الجزء بتاع الايبكس ده بيحصل له انيشيشن، بيعمل انيشيشن لعمليه الكاب او البلونسوا اللي هي الجزء المفلطح بالشكل ده. الخطين دول معناها ان بيحصل هنا هيبتدي يحصل انقسام نواه. فين؟ في النواه دي، فهتديني مجموعه من الانويه ممكن تصل ل 50,000 نواه بتنقسم. طبعا هيبقى حصل انقسام ميوزي، فهتتحول من 2 ان، يبقى كل الانويه اللي موجوده عندي عباره عن ان، بيحصل لها هجره يعني تحرك
من بطول الخلية دي كلها عشان تدخل في الحجرات اللي موجودة هنا. طبعا ده قطاع بالعرض لو هنشوفها بالشكل الجاي، تبتدي الانويه تخش في الحجرات اللي بتبتدي تتقسم، يبتدي يكمل يكتمل وتغلق الحواجز على هذه الانويه اللي دخلت موجوده هنا، ويبقى كده اكتمل النمو الجزء ده كده. وده هنشوفه بالمنظر اللي احنا شايفينه تحت ده، والكلام ده هنشوف بالتفصيل في فيديو. يبقى دي خطوات تكوين الحوافز المشيجيه والامشاج. يبقى كل غرفه من دي هيبقى فيها حوافز مشيجيه، مش الغرفه نفسها لا، اللي جوه ده هيبقى السيست زي ما هنشوف الخطوه اللي جايه حالا دلوقتي اهو. ده شكل مكبر لوحدة من الوحدات اللي فيها كل ده، عبارة عن السيست. كل واحد من دول سيست أو حويصلة هيتكون جواها الأمشاج اللي هي دي، يعني كل سيست من دول ممكن نعتبره كأنه حافظة مشيجية. لو اتحركنا بالشكل ده كده كبرنا ده جزء هنا، هو التكبير أهو، بس دي صورة أبيض وأسود، ودي الصورة الملونة. كل واحد من دول سيست، خلاص في العديد من الأنوية ممكن يكون لغاية 50,000 مشيج موجود هنا. طبعا العدد بيختلف من سبيشيز الى اخر. بنتحرك هنا هنا بنركز بقى نفس الصور اللي فاتت، ولكن هنا بنركز ان كل حجره من دول بيبقى فيها الايبكس بتاعها او القمه بتاعتها كده، بتكون ايه زي ايه بارزه بالشكل ده كده. طبعا مش في كل الانواع، لا مش في كل الانواع. هنا بقى هنبدا دوره الحياه بتاعتنا عشان نشوف الاسيتابلولاريا لايف سايكل، وهنبدا بالتركيب اللي عندنا هنا. طبعا ممكن نشرح عليها بالشكل ده كده، لكن انا افضل ناخدها خطوه خطوه. يبقى ادي النبات اهو، ادي الريزويد او اشباه الجذور، ادي النواه اللي موجوده في القاع بالشكل ده هنا 2 ان. بيبتدي كل الفراغ ده عباره عن خليه واحده. هنا المحيطات الجديده، هنا المحيطات القديمه هتبتدي انها تقع. طب ابتدت تتكون الكاب او كلونسوا بالحجرات بتاعتها زي ما احنا شفنا. كل سيست من الموجود جوه ده، السيست الواحد عباره عن في الاف الانويه اللي موجوده اللي هي بتكون ان، ودي بنسميها حويصله ساكنه، وبنعتبرها كانها حافظه مشيجيه بالشكل ده كده. وعشان حافظه مشيجيه فهتنطلق منها امشاج، كل نواه بتحاط بسيتوبلازم وجدار، ويبقى اللي فيها صوتين اماميين متساويين، وبيكون في بقع عينيه موجوده فيها عشان تتجه الى الضوء وتتحرك بالشكل ده كده. طبعا احنا هنا بنسمي الامشاج دي انها امشاج متماثله. ليه؟ لان حاجتين اتنين، ان هم متساويين في الحجم، دي نمره واحد، والاثنين متحركين. ولكن الحقيقه ان الامشاج دي ما بتكونش نوع واحد، بيكون في نوع منها موجب وفي نوع سالب كانه مذكر ومؤنث. بتبتدي اول خطوه باتحاد السيتوبلازم بين اثنين، لكن الانويه لسه ما اتحدتش. بعد كده بيحصل كونجوجيشن او اتحاد النواه، يبقى كده اكتملت لايه؟ التكاثر الجنسي. الخطوتين دول هم التكاثر الجنسي، اللي هو اتحاد السيتوبلازم واتحاد النواه، وطبعا هنا متماثل الامشاج. بيتكون الجنين بعباره عن خليه واحده 2 ان، وتبتدي بعد كده يحصل لها جيرمينيشن انبات، لكن ما بتتقسمش الخلايا، بتفضل النواه نواه واحده بس 2 ان، ويبتدي يحصل ايه؟ الانبات. الخليه دي سبحان الله دي من قدره ربنا سبحانه وتعالى، عرفت منين الجزء اللي بيبقى فيه النواه تحت ده؟ عرف ان هو هيبقى الاسفل وبيبتدي يكون الريزويدز، والجزء اللي يبتعد على النواه ده اللي هيكون الستوك او العنق اللي هيحمل الايه؟ الشعيرات، ويبتدي يكون الكاب مره اخرى وتعاد دوره الحياه. هنا عايز اركز على الجزء ده بالتفصيل شويه كده اهو. الكاب اهي، وادي الحجرات بالشكل ده كده. كل سيست من دول بيحصل الخطوه اللي هنا دي، الخطوه دي اللي هي ريبرودكتيف تكاثريه. السيست ديفرنشيشن يعني ايه؟ يعني يحصل تكشف للسيست، بعضه هيكون موجب كانه مذكر وبعضه هيكون سالب، وبالتالي يحصل الخطوه اللي بعد كده لما هيكونوا الامشاج هنا. دول الانويه اللي فيهم اساسا اللي دخلت فيهم كان حصل انقسام ميوزي هنا، عشان الانويه اللي تبقى موجوده هنا ان، ناخد بالنا ها، الانويه اللي هنا ان، يعني حصل اللي وصلت لها نتيجه انقسام ميوزي حصل في النواه الاساسيه. طيب لما حصل سيست ديفرنشيشن يعني تكشف، اصبح في سيست اللي حافظها مشيجيه موجبه واخرى سالبه، كان اصبح في موجب وسالب، لكن بنقول عليهم ايزوجاميس او امشاج متماثله. ليه؟ لانهم الاثنين متساويين في الحجم والاثنين متحركين. طيب لكن واحد فيهم هيتصرف كانه ميل اللي هو الموجب، وواحد هيتصرف كانه في ميل، بيتحدوا مع بعض. ده اتحاد السيتوبلازم، بتبقى خليه واحده لكن فيها اربع اصوات موجودين بعد ما بيتم الكاريوجامي او اتحاد الانويه. طبعا هنا عمليه الموجب والسالب اللي هي بنسميها جميد ديفرنشيشن. يبقى هنا السيست على بعضه لما بقى موجب وسالب، ده السيست ديفرنشيشن. لما اصبح الجميد خرجت فيها موجب وفيها سالب، ده جميد ديفرنشيشن. حصل الاتحاد السيتوبلازم ثم اتحاد الانويه، الخطوتين دول هو التكاثر الجنسي متماثل الامشاج.
بعد ما كده الجنين ده او الزيجوت او الجنين بيبتدي يحصل ايه، يبتدي ينبت. الجزء اللي هيبقى فيه النواة ده اللي هيبقى ناحية القاع هيكون اللي هو الرايزويدز او كده. الجزء الثاني هيتجه الى القمة ويبتدي يكون لي الجوفينايل فيس اللي هو الجزء او الطور الصغير او النبتة الصغيرة، ويبتدي يطلع الافرع اللي احنا موجود كده ويبتدي يكمل دورة الحياة. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي ده بيكون فيه الخطوة تفصيلية الحقيقة. يعني لو بصينا كده بنتكلم هنلاقي الاستابيولاريا اهي في الوضع الطبيعي بتكون حجمها الطول الكامل للخلية حوالي 6 سنتي تقريبا، يعني الخلية واحدة 6 سنتي، خلية عملاقة طبعا. بتبتدي نشوف هنا هو ده في الطبيعه، هنا بنلاقي الهيد او الكاب وبنلاقي الشعيرات اللي موجوده هنا طالعه من المنتصف، وادي الستوك او ادي العنق. احيانا اللون بتاعها بيعتمد على البيئه اللي هي عايشه فيها وحسب النوع اللي احنا بنتكلم عليه كده. هنا بقى بنشوف الرايزويدز اهي بالشكل ده، بتكون ملتصقه بالصخور او السبستراتم او الجزء اللي هي هتبقى ماسكه فيه. ده الكاب او الهيد، هو طبعا هنا التصوير ماسكينها بحاجه عشان تبقى مفروده بالشكل ده وما تتحركش في كل الاتجاهات. طبعا متقسمه الحجرات زي ما احنا شايفين، ويبتدي زي ما احنا شايفين جوه كده السيست اهي بتتكون، يبتدي اهو السيست ابتدت تتكون تحت زي ما احنا شايفين في كل الحجرات. السيست ابتدت الانويه دخلت وابتدي كل نواه مجموعه من الانويه تتحط جوه سيست، وايه ويبتدي ينحصر السيتوبلازم وتتقسم محتويات الخليه على عدد كبير من السيست او الحويصلات او الحوافز ايه المشيجيه، لغايه لما تاخد الشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بنشوفه بقى بالتايم لابس او بالتسارع الزمني بالشكل ده. انا ممكن اجري بالفيديو شويه بس كده، اهو السيتوبلازم بيبتدي يتحرك مع الانويه لغايه لما هنشوف ايه اللي هيحصل. اهي ابتدت تتكون الايه الحويصلات او السيست اللي هي الحوافز المشيجيه، وتبقى الغرفه كانها فاضيه وكل دي عباره عن كره، كل كره من دول عباره عن سيست او حويصله او حافظه مشيجيه زي ما احنا شايفين اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. اهو ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ تبتدي الخلايا اللي هنا الانويه اللي هي هتبتدي تنقسم الى عدد كبير من الانويه وهتنقسم لغايه عشان تكون الامشاج، يعني كل نواه هتبتدي تحاط بمجموعه من السيتوبلازم وتكون الجدار اللي خاص بيها او زي ما احنا شايفين. اول ما يبتدي السيتوبلازم يبعد عن الجدار معناها هيبتدي هيحصل ايه؟ تكوين الامشاج هيبتدي يتكون. طبعا بيكون في امشاج مذكره وامشاج مؤنثه بالشكل ده. هنشوف هنجري الفيديو اهو بيوريني الانقسامات وازاي كل نواه هتحاط بمجموعه من السيتوبلازم اهو بالشكل ده كده، وهنشوف انطلاقها بقى. بتبتدي تتكون الامشاج، بعد ما بيكتمل نموها يبتدي يحصل بريشر او ضغط على الجدار بتاع السيست، فهيبتدي يتقطع من اي مكان اللي هو اضعف مكان موجود فيه اهو، وابتدت تخرج الاف الاف من الامشاج وتنطلق في الماء اهو. هنشوف يعني هنا في علامه هنا اهي وفي علامه هنا، وهيبتدي نشوف لو هم بيتقطع الجزء ده او الجدار اهو، اتفتح الجزء بتاع الجدار وابتدت تخرج كل مكونات الخليه عشان تنطلق بعد كده. طبعا بيكونوا لسه ملتصقين بعض في الاول لغايه لما بيطلعوا للميه في الخارج في الوسط المحيط بيهم، بعد كده بتنطلق بسرعات كبيره جدا اهي. كل دي امشاج، الاف الامشاج بتنطلق وتعوم في الميه بالشكل ده كده. طبعا ايه ده؟ طبعا احنا قلنا في موجب وفي سالب، طبعا بيتبقى فاكيول او فجوه بالشكل ده داخل الخليه. ايه بقى اللي هيخلي الموجب يروح للسالب؟ عباره عن كيميكال اتراكشن اهو. ادي المشيج بالشكل ده بيتحرك عن طريق صوتين، بيكون فيه بلاستيده واحده وبيكون فيه بقعه عينيه ونواه، ويبتدي يتحرك بالشكل ده كده الايه الامشاج بالشكل ده. التجمعات دي نتيجه حاجه اسمها كيميكال اتراكشن او تجاذب كيميائي. الموجب ينجذب الى السالب عشان يبتدي يحصل عمليه ايه التزاوج اهو بالشكل ده كده. ده هنا حصل اندماج السيتوبلازم. بصوا ادي 1 2 3 4 اصوات بالشكل ده كده. يبقى ده هنا حصل اندماج سيتوبلازم، وبعدين بعد كده هتبتدي تندمج النواتين يديني 2N، وايه تبتدي تخلص من هنا تخلصت خلاص من الاصوات، واصبح هنا عندي خليه اللي هو الجنين بقت 2N. بصوا ايه اللي هيحصل؟ يبتدي جزء هيطلع لفوق النواه تحت هنا، فيبتدي الجزء المعاكس للنواه سبحانك يا رب ادرك ان ده قمه، فيبتدي بالشكل ده حصل جيمينيشن يديني الستوك او العنق عشان يديني الخليه التطول ويديني الكاب او كده، وفي الناحيه الثانيه العكسيه هيبتدي يتكون الرايزويدز. يبقى ده من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان اهو هنا بالشكل ده كده، ادي النواه هتبقى موجوده هنا، ادي العنق، وتبتدي الاوراق تتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، اللي هي محيطات الشعيرات، متاسف محيطات الشعيرات اهي بالشكل ده هنا كده اهي. هنا الانويه مع السيتوبلازم بتبتدي تتحرك، بيكون في حركتين، حركه الاتجاه ده او حركه الاتجاه الثاني مع الانويه بالشكل ده كده. هنجري الفيديو شويه، يبتدي الجزء بقى اللي عند الارض اللي هو فيه النواه يبتدي يعمل الرايزويدز بالشكل ده كده، تفرعات وتدخل فيها السيتوبلازم الى اخر هذه الامور مع البلاستيدات
الجزء العلوي بيبتدي يكون ايه؟ يطول ويكون محيطات من الشعيرات بهذا الشكل. كل ما يكون محيط يبتدي يطول زيادة، يبقى المحيط القديم يحصل له ديسنتجريشن او يتقطع او يدوب او يتحلل، وهكذا لغاية لما هيوصل طول معين. هنشوف بقى بعد ما يوصل هذا الطول هنشوف بقى يبتدي الايبكس او القمة دي ازاي هتكون الكاب وهتنقسم. ادي الشعيرات، الشعيرات اللي قبل منها وقعت وبيسيب طبعا سكارز او اللي هي الندوب اللي بالشكل ده، الندوب بالشكل ده كده. هنشوف هنا ابتدى يكون الكاب، هنشوف بقى الكاب هيتكون ازاي او الهيد زي ما هو واضح عندنا هنا كده. هنشوف مع بعض وهنشوف طرف الخيط وازاي بتحصل انقسامات عشان يبتدي يعمل حجرات مختلفة اللي هي اهو بالشكل ده بروزات، وتبتدي هتتقسم اللي هو امتداد. طبعا دي المحيطات بتاعة الشعيرات فوق تحت اهو. بصوا حصل ايه؟ اتساع لغايه لما تكون الحجرات كلها بالكامل بالشكل ده كده، والانويه هتدخل فيها زي ما بدانا في اول الفيديو. وهنا في شعيرات موجوده في منتصف هذا الكاب او هذه القولنسوه او هذه الهيد، هذه الراس، ايا كانت التسميه بتاعتها. نشوف نجري الفيديو بس شويه كده. هنا هنشوفه من فوق، ادي الشعيرات اهي، واحنا شايفين المنظر هنا من فوق. هنا ده الجزء بتاع ادي النواه بالشكل ده كده، عشان نشوف بقى كاننا بادئين من الاول تاني. يبقى ادي الريزولتس وادي النواه بالشكل ده كده، النواه بتبتدي تتحرك وهتبتدي يحصل لها ايه؟ انقسام ميوزي. هنجري بقى الجزء ده من الفيديو اهو. النويات اللي موجوده جواها مع النواه هتبتدي تنقسم وتديني عدد كبير جدا اهو، انقسامات بالشكل ده. انا عمال اجري الفيديو شويه بالشكل ده كده، انقسامات بالشكل ده لغايه لما هيحصل الانقسام الميوزي، وتبتدي بعد كده تتكرر الانقسامات مره ثانيه عشان تتكون ايه؟ الاف من الانويه، بس بتكون ايه؟ ان انا بجري طبعا الفيديو بالشكل ده كده اهي، ادي نواه وادي نواه، وتبتدي تتكرر هذه الامور مرة ثانية لغاية ما تكون آلاف من الأنوية. بتهاجر هذه الأنوية زي ما احنا شايفين، أدي النواتين منقسمتين أهم. ونجري بالفيديو شوية كده عشان وقتنا أهو. وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هنشوف. أدي الأنوية راحت بتخش جوه الحجرات اللي احنا بقى اللي بدأنا فيه خالص جوه الكاب أو كل الهيد. ويبتدي زي ما احنا شايفين ابتدى يتكون إيه؟ أهو. هيبتدي هنا يتكون السيست او الحويصلات اللي احنا بدانا فيها في الاول خالص، اللي احنا بنعتبرها حوافظ مشيجيه هتتجمع في الجزء. ايوه اهي، هنا جريناها شويه تايم لابس، ده اللي احنا بدانا فيه في الاول خالص، وتكونت السيست او الحويصلات اللي هي الحوافظ المشيجيه. كل حافظه منه هيبتدي يحصل فيها الانقسامات بتاعتها المختلفه عشان تكون الامشاج. ادي عدد كبير من الامشاج بالشكل ده، بعضها موجب وبعضها سالب، اللي هو موجب ومذكر ومؤنث اهو بالشكل ده كده. وهنشوف بقى بعد ما بيكتمل النمو ايه اللي هيحصل. هتنطلق الامشاج بالالاف في الميه اهو، بتبتدي تخرج زي المنظر اللي احنا شفناه منذ قليل، بتخرج بالشكل ده اول ما بتلامس الميه والماده اللاصقه خلاص بتتحرر، بتنطلق بشكل وكثافه كبيره جدا، وكل واحد موجب بيدور او بيحصل كيميكال اتراكشن كده عشان ايه؟ يشوف بالشكل ده كده، وكده بيشوف الميتنج تايب بتاعه المقابلين. بكده بنكون هنا دورة حياة الأسيتابيولاريا. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة. وإلى أن نلتقي في فيديو جديد بمشيئة الله، أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.